عسلامة. عسلامة. لاباس عليك؟ لاباس، انت لاباس غدا؟ الحمد لله. ايه بيان سور احنا نعرفوك. قدم روحك للسادة المشاهدين. ايه غربي، كرونيكوز في راديو فيتا في الوان تايم، جورناليست ومراسلة صحفية لعدة قنوات اخرى. مرحبا بك حذانا. يعيشك. ايه باش نخليه الصحافة على جنب، باش نحكيه على هواس بتربية الحيوانات. خاطرك انت تربي في الحيوانات، خلينا ننطلقوا من تجربتك الشخصيه. انا مربيه تو 10 كلاب ان شاء الله، دونك 10 كلاب وعندي القطاطس. ما بين تربيه الحيوانات ساعات حاجات محليه على الاخر، تلمو الحيوان يحس بيك وقت تبدا متغشش، يودي تبدا متفرحان. اغزر لي في الوقت هذا ما عادش عندنا اصحاب وما عادش عندنا معناها عبد ولا سند باش تتكى عليه. اوكي كي تربح اجر في الحيوان كمان، معناها الحيوان باللي معناها باش يرجع لك، مش تتوقع منه باش يرجع لك حاجه كبيره، اما باش يرجع لك كمان كي تدخل للدار باش يشم ريحتك باش يعمل حاجه. حتى كي تقدم له الاكل يشكرك بطريقته. شور بالطبيعه احنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كانت القطوسه تاكل من يد، ودونك برشا 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 حيوانات تذكرت في القران، دونك حاجه عاديه انها عادية معناها حيوانات عادي. شنو الإيجابيات نتاع تربية الحيوانات؟ شنو؟ عاود لي. إيجابيات تربية الحيوانات. إيجابيات تربية الحيوانات، والله يغزر لي. كي تجي باش تضيع وقتك الفارغ باش كسوا على المرأة ولا كسوا على الراجل، معناها تلمو كي باش تلقى باش تمشي في ثنية بتاع السيد، أوكي عندك حيوان تمشي تستنفع فيه. تمشي تربح فيه اجر، تمشي تبعدوا على مانيش عارف انها تخرج وتدور بيه تعمل بيه حاجه، كمان هكا تلقى روحك معناها. هل فما سلبيات في تربيه الحيوانات ولا لا حسب رايك؟ بالطبيعه. كيما شنو؟ اغزر لي سلبيات وقت يجي وقت تنفر من تربيه الحيوان او حاجه اخرى يمكن نعطي رايي فيها، انه تربي حيوان من بعد تفقده. ايه ولا يموت لك. اي فقدين، فما حبيتش نقول موت، فقدين. اغزر لي غدا، احنا توا جايين على الصيف وجايين على برشا كلاب سايبه باش تبدا تدور. انا واحده من الناس في الحومه اللي نسكن فيها، الكلاب اللي نلقاهم من برا تو سامبلومون نكلم شكون باش يزوم يزرقوا لي. وموا اهاكم مزرقين، ما فماش بلاصه انهم باش يقعدوا فيها، اهاكم مزرقين. والا تلقى عبيد المونتاليتي بتاعها الله غالب كمان، معناها هذاك حد عقولهم يمشي يحط لك الماكله في الدواء. معناها تراسيلك معناها باش يقتلوا. انا الكلب بتاعي معناها صار فعلي، انا نوصل على انا قلت لك مربيه كلاب ما شاء الله، معناها انا نوصل ما بين تربيه كلابي بركه راهو المينيموم في الشهر اكثر من 5 ملايين، راهو اكثر من 5 ملايين لي فيترينير، ماكلتهم دويهم شامبوانهم دوشتهم للسبته بتاعها ديما نبدل فيها، دونك فلوس فلوس راهي قاعده تتصرف فيها. برشا مصروف اكيد، برشا مصروف. برشا مصروف معناها مش شويه ومش برشا ما برشا ما مصروف، واحد يقعد باش يصرف وباش يعمل غراء. هي حاجه انك مغروم بها. نحكيو على علاقتك بهم. علاقتي بهم صحابي. كي نخرج لبرا اصلا انا نفقدهم توا بركة، الوالده نوجه لها تحيه بوسه بوسه كبيره تاع بوسه ماما توا بركة كنت تتكلم فيا قالت لي ولادك شكون خليتهم؟ ولادك شكون خليتهم؟ ماكلتهم ما نعرف شنو، ديجا هاك تشوف توا الكلاب ورايا معناها، ديجا هاك شفت انت توا معناها ليس الكل ديجا زي قعد بحذينا الكلب. راني قلت لك غاده ساعات ما عندكش زهر مع الاصحاب، ما عندكش سند باش تتكى عليه، الصاحب الصاحبه، الصاحب اللي وقت الغسره، الصاحب وقت اللي تستحقه الصحاب، دونك تمشي تربي حيوان خير من مش تعمل عبد تحكي معه. وموا الحيوان كي ما يجاوبكش ما ينجمش يكلمك، حتى كي تبدا تحكي وتبكي وموا يبدا يمسح عليك وموا يحس بيك. يحس بيك معناها. في وقت من الاوقات تحس انه حيوانك سند. اه. انت جرب، انا نجرب الصباح نخرج الصباح بكري معناها باش نعمل جاريه. نخرج ريكس، نخرج ديانا، نخرج برانس، نخرجهم معايا يعني. كيفاش بدا غرامك بالحيوانات؟ اول مره عظني كلب. فوبي وليت لك حب معناها. دونك عظني كلب وتسبب لي معناها تسبب لي في جرحه كبيره في ساقيا، دونك وليت معناها وجيعة قوية حاسين برشا بكي. قلت لي أنت مربية كلاب وقطط، شنو الفرق ما بيناتهم؟ شنو الفرق ما بين شنو؟ الكلاب والقطط. برشا حاجات،
اما فيهم حاجه تجمعهم الزوز، الكلاب والقطط ما يحملوش بعضهم. مي اون فيت مولاتهم كيفاش تتعامل؟ انا عندي القطط بتاعي ياكلوا مع الكلاب، نفس بيتهم بعضهم اللي هما صغار، من يوم صغار معناها كل شيء ياكلوا مع بعضهم. عندهم هكا الاحساس معناها بتاع الحنيه، مي تاع برشا حاجات، مي عرفت كلي في الليل ساعات يبداو يتحركوا ويبدا تسمع عندك حس. حسب ما نعرفوا انه الكلاب ممكن يفهموك اكثر، يفهموك اكثر. شو الكلاب يحسوا بيك اكثر ويفهموك اكثر. حتى اني قلت لك انا الكلاب بتاعي نعملي ندخل معناها من باب الدار، ندور المفتاح وندخل للدار، نبدا نسمع يبداو ينبحوا، دونك يحسوا بيك كي تدخل كي تقعد. انا قلت لك ماما ابسط حاجه تكلمني تقولي اجا الاولاد، يعني برا اولادي كي يوم رذ واحد تلقاهم الكل ميم امبيونس، كي يوم رذ واحد تلقاهم ماهمش فرد امبيونس. معناها ساعات نشوفوا عبيد تستهزأ انك تكون متاثر على حيوانك على فقدانه، يمكن ناقصين حاجه في حياتهم اللي ما يحسش نقص حاجه. اللي ما يحسش ما عندوش احساس، ما عندوش احساس. شنو رايك في العبيد اللي تعنف في الحيوانات؟ أغزل اللي احنا فما جمعيات توا الحمد لله يا ربي اللي هي موجوده، وفما نومرو ديجا موجود نخليوه معناها باش يطلبوا. مش عارفه اسكو انا واسيب مخاول اني نقول عن نومرو والا لا، دونك اما فما نومرو موجود، فما جمعيات موجوده اللي حطت الحيوانات. دونك راهو من الحيوانات، راهو انت ديجا باش تمشي باش تهزوا الفيترينير عنده كارني تاع دواء، كيما مش مقارنه راهو ما بين الحيوان والانسان، اما راهو ما يفرق على الانسان والحيوان كان العقل في حاجات راهو مش تشابهوا. معنا مع المقوله اللي يقولوها انه الشخص اللي يحب الحيوانات برشا 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 شخص نقي من داخل، شخص بهي، انسان دمعته على خده في ساعه. معناها الحيوان يلقى فيه الخير، معناها اكيد انسان زاد باش يلقى فيه خير بالطبيعه. ايه برشا الصفاء والنقاء في الانسان. شو مش كيما راهو زاد، مش ديما راهي تثبت المقول. ساعات تلقاه واحد محلي جونسي بركه مع الحيوان، تخرج برا تلقاه انسان واحد اخر. راهو ساعات العالم الحيوانات يحاول يأطر وينقص من الضغط اللي يصير البر، راهو يسبب لك في شويه انك يجبد لك شويه ستريس، دونك يخليك كل تخرج البر راك مش ميم. راهو الرولاسيون اللي تصرفها مع الحيوانات راك مش تصرفها لبرا مع العبيد، راهو بادي تو اونتخ لي زانيمو حاجه. نحكيو على بالراحه بالحيوان بصدق، معناها بالطبيعه. فما عبد ما يمشيش يشري لك قطوسه، يمشي يهزها من الشارع. ايه برشا هذيا باش تشري هذيك، فما برشا عباد نجم تشريها. عندي اختي صغيره دونك ولات مغرومه بالحاجه هذيا. انا كنت مغرومه بالكلاب برك، دونك الكلاب الكل معناها من الانواع الكل. دونك اختي الصغيره تحب القطاطس، دونك ولات تحب تمشي ولات تحب تمشي تربي القطط، تستعرضها قطوسة دونك تحب تربيها كها. نخلي لك الكلمة الأخيرة. ميرسي بوكو دونك، ونشجع على العباد اللي تربي في الحيوانات وكها.